معانا السيدة أم حسام، تتفضل. أهلا يا دكتور، إزاي حضرتك؟ نعم وفضلي والله. الله ربي دايما. بقول لك يا دكتور، أنا ليا أخ متوفي من شهرين، وكان متجوز وعنده أولاد وحصل انفصال، وبعدين اتجوز تاني، فاللي اتجوزها حصل بينهم خلاف والعيال وكده، فالمهم ان هو سابها، والحاجه اللي كانت داخله بيها تلفت، حصل لها تلف لان هي كانت رافضه تاخد الحاجه وعايزه فلوس وبتاع. فالمهم ان هو توفى، وهي يعني بنته اتصلت بيها وقالت لها بابا مات وسامحيه، قالت لها لا انا عمري ما هسامحه، انا ليا 50,000 في رقبته، وبعدين انا سالت الشيخ وقال لي قرايبه يدفعوهم. فقلت لها بنتي طب قرايبي مين؟ قال ايه؟ الو؟ قال لها ايه؟ قال لها ايه؟ انا ما يهمنيش الكلام، لكن انا عايز اعرف ايه اللي في راسها دلوقتي. لازم ايه؟ قال لها قرايبه يدفعوا الدين ده، اللي هو اللي هي 50,000. هو الدين ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ان كان ليها قايمه، كان ليها جهاز، والجهاز ده ما خدتوش وحصل له تلف وما خدتوش. وبعدين احنا طب ما تاخد الجهاز ده، والجهاز ده موجود لو ان الحياة دي موجوده في القايمه ما تاخدها. لا ده بقاله سنين خلاص تلف وباظ، لدرجه ان الناس كانوا بياخدوه من المكان، ولاده ما عندهمش اي. طب انا عايز اسال سؤال، هي القايمه دي، متوثقه ومحطوطه في شكل رقم مالي، ولا القايمه دي في شكل ايه؟ ايوه كان محطوط فيها المبلغ 50,000. طيب هو بقى كان عامل باليومية، يعني هو ما كانش يعني أيوة هو كان ليه معاش أو ليه تأمين. واحدة 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 بس، هو عنده تركة ولا ما عندوش تركة؟ لا لا خالص والله. كويس، ما احنا ماشيين واحدة واحدة اهو. دلوقتي طب وهي القايمة دي ب50,000، هل موثقة؟ والله هي كانت رافعة قضية والمحامي كان شغال وبتاع، فطبعا لما توفى احنا قلنا لها، وهو كان بيقول لها كل ما اشتغل هديكي حاجة في حاجة، بس ما حصلش نصيب. طيب يعني هو دلوقتي فعلا هو دلوقتي مقر ب50,000، ولا أيوة. هو كان بينهم تقاضي؟ لا كان بينهم تقاضي، وهو كان قايل لها انا بشتغل خلاص، ليس لها الحق ان هي تطالبكم، ترفع الامر للقاضي. طب ما هي، طب احنا يا دكتور بنتين، انا الكبيره واختي الصغيره ارمله، وانا طبعا ما عنديش قدره اعمل، يعني انا ما عنديش قدره ماليه ان انا اديها. خلاص ما يبقى ما انت مش ملزمه ان انت تعملي الكلام ده، انت ولا لو كنت قادره. لان ولاده والله ان هو بقول لحضرتك كان عامل باليوم، يعني ما بصي بصي ام حسام، اتفضل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله ينور عليك يا دكتور. انت اصلا ليس عندك سعه ان انت تقومي بتسديد هذا الكلام. هي اصلا دلوقتي المساله بسيطه خالص. اتفضل. في بعض المؤسسات، مؤسسات دوله بترعى الاحوال بتاعتها، اذا كانت هي لا تستطيع ان تجد مالا وزوجها توفي وهي ليس عندها، هي ممكن تحصل على المعاش وممكن تحصل على اشياء كثيره جدا جدا. اما وان انت ما عندكيش قدره على انك انت تعملي الكلام ده، وهو اصلا ما احنا لسه مش عارفين ده ثابت ولا غير ثابت. يعني القايمة دي في شكل للقايمة دي، هل هو كان مقر بما في القايمة دي ومقر ان القايمة دي كانت جزء من المهر بتاعها؟ فدي اشياء لازم نحقق فيها. اما وان احنا ما عندناش ده، وانا ما فصلتش في القايمة لغاية دلوقتي لان انا ما عنديش التفاصيل دي، انت ما قلتليش التفاصيل دي، لكن خلينا نتكلم في المسألة اللي ممكن تخصك انت، اللي انت سأل علشانها. هل انا يجب علي التسديد وانا لا املك من المال ما اسدد به عن 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 اخي؟ لا ليس عليك، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها.